السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم Math for Free. النهاردة بإذن الله هنبدأ بأول درس في الترم الثاني Unit 1 Lesson 1 ودرس Multiplying by 10. أول حاجة لازم نعمل Reviewing the meaning of the multiplication operation، يعني بنعمل مراجعة عامة كده على الايه معنى الملتبلاي والاوبريشنز اللي ممكن تتعمل عليه. لو جينا قلنا مثلا 3 تايم 4 احنا كنا عارفين ان 3 تايم 4 ايكوال كام؟ ايكوال 12. جميل. طب 3 تايم 4 اصلا معناها ايه؟ معناها ان 3 هنعمل لها ريبيتد اديشن، يعني هنكررها، نعمل لها بلس يعني كم مرة؟ 4 مرات، يعني هتبقى 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3. مظبوط؟ أو ممكن نبدأ من هنا نقول 4 تايم 3، يعني الفور هنعمل لها ريبيتد اديشن كم مرة؟ 3 مرات، فتبقى 4 بلس 4 بلس 4. يبقى الوقت 3 تايم 4 نقدر نقولها بكذا طريقة. نقدر نقول 3 تايم 4 equal 12، أو 3 تايم 4 عبارة عن 3 هنكررها 4 مرات، ماشي؟ أو الفور نكررها كم مرة؟ 3 مرات. طب لو جينا نقول 8 بلس 8، إحنا كنا عارفين إن 8 بلس 8 إيكوال كام؟ إيكوال 16. جميل. طب ما إحنا ممكن نقولها بطريقة تانية، نقول إن الـ 8 اتكررت كم مرة؟ اتكررت مرتين، يعني إيه؟ يعني 8 تايم 2. مظبوط؟ طيب ممكن نقولها بطريقة تانية، ممكن بدل ما نقول 8 تايم 2 ايه؟ نقول 2 تايم 8. نقول ايه؟ نقول 2 تايم 8. يبقى 8 تايم 2 هي هي 2 تايم ايه تايم 8. طيب نيجي على الاكزامبل اللي بعده، 7 تايم 4 ايكوال 4 تايم 8. طيب زي ما احنا قلنا في الاكزامبل هنا، ما قلنا 8 تايم 2 هي هي 2 تايم 8، ده معناها ان الملتبلاي عملية عكسية، يعني ممكن نعكس الأماكن الناتج مش هيتغير. فهنا نقدر نقول 7 تايم 4 هي هيها 4 تايم ايه؟ تايم 7. أو نقدر نقول الـ 4 إيكوال الـ 4، يبقى الـ 7 إيكوال الإيه؟ الـ 7. طيب نعمل كده ريفيجن سريع كده على الـ تايم تيبل. 9 تايم 6 إيكوال كام؟ إيكوال 54. شطار. طيب 5 تايم 8 إيكوال 40. جميل. 7 تايم 4 ايكوال 28. اكسلنت. نيجي هنا على الجزئيه ديت، لما نيجي نقول 7 تايم 5 ايكوال 7 تايم 2 بلس 7 تايم كام؟ هو هنا المره دي قسم لي ال 7 تايم 5 لجزئيتين. لو خدنا بالنا ان في هنا ايكوال، يبقى اللي قبل الايكوال لازم يكون قد اللي بعد الايه؟ اللي بعد الايكوال. طب هنا قبل الايكوال 7 تايم 5، يبقى لازم كل اللي هنا يطلعوا 7 تايم 5. انا عندي هنا 7 تايم 5 جاب لي منهم 7 تايم 2 بس، يبقى لسه 7 تايم كام؟ طيب هي ال 5 عباره عن ايه؟ عن 2. ما حدش يقول لي 2 تايم كام، لا هو بيقول لك 2 بلس، يبقى 2 بلس كام تديني 5؟ 2 بلس 3. ليه؟ لان ال 7 ايكوال ال 7 ايكوال ال 7، يبقى ما عادش عندي الا ال 5. ال 5 ايكوال 2 بلس ايه؟ 3. نيجي هنا 6 تايم 3 ايكوال 6 تايم 2 بلس ايه؟ هنا ال 6 اتكررت كم مره؟ 3 مرات، فاحنا هنقول له هنا ال 6 اتكررت مرتين، يبقى لسه ال 6 تتكرر كم مره؟ لسه ال 6 تتكرر مره واحده. جميل. يعني ممكن اكتب له 6، صح؟ ما هي 6 اتكررت مره واحده اهو. ممكن نقولها له بطريقه ثانيه، نقول له ان 6 دي اصلا عباره عن ايه؟ عن 6 تايم 1. يعني ممكن اكتب هنا 6 او 6 تايم ايه؟ 1. يعني ممكن يجيب لي الاكزامبل اصلا يقول لي 6 تايم 2 بلس 6 ايكوال ايه؟ او ايكوال 6 تايم كام؟ اقول له 6 تايم 3، لان 6 تايم 2 هنا 6 اتكررت مرتين، وهنا 6 اتكررت مره واحده، يعني كانها 6 تايم 1، يبقى كله ب 6 تايم ايه؟ 3. السؤال اللي بعده 9 تايم 5 بلس 9 تايم 3 ايكوال 9 تايم كام؟ هنلاقي هنا ال 9 اتكررت 5 مرات،
وهنا 9 ثلاث مرات يبقى 5 plus 3 equal 8. 9 times 5 minus 8 times 5 minus 8 times 3 equal 8 times كام؟ هنا ال 8 اتكررت 5 times وهنا ال 8 اتكررت 3 مرات ماشي، بس هنا المرة دي minus، يبقى نقول له 5 minus 8 minus 3 equal كام؟ equal 2. 4 times 3 times 5 equal 5 times كام؟ طبعا هنلاحظ هنا ان ال 5 equal الايه؟ ال 5، فاحنا مش عايزين ولا ال 5 دي ولا عايزين ال 5 دي، لان ال 5 equal ال 5 خلاص. طيب هنا بقى عندنا الايه؟ ال 4 times 3، هنقول له ال 4 times 3 equal ايه؟ equal 12. شطار. نبدأ بأول درس في المنهج بتاعنا اللي هو المالتبلاينج باي 10. طبعا الجزء اللي فات دوت كان ريفيجن كده عشان نفتكر المالتبلاي والبروبرتس اللي عليها. أول حاجة مالتبلاي باي 10، لما أجي أقول 10 بلس 10 بلس 10 لسه قايلينها شوية من شوية إن ال 10 هنا اتكررت كام مرة؟ 3 مرات، معناها 10 تايم إيه؟ تايم 3. طب لما 10 تايم 3 أنا عايز أعمل 10 تايم 3، لو أنا مثلا مش حافظ تيبل ال 10 وعايز أعمل 10 تايم 3 دي أعملها إزاي؟ أول حاجة هنشتري الزيرو من هنا ونروح نكتبه الناحية التانية. ليه؟ لأن زيرو تايم أي حاجة بإيه؟ بزيرو. إيه اللي هيتبقى عندي؟ هيتبقى الـ 1 تايم إيه؟ 3 بكام؟ بـ 3. يبقى 10 تايم 3 بـ 30. عملنا إيه؟ نقلنا الزيرو من قبل الإيكوال، رجعناه لبعد الإيكوال، وعملنا النمبرز الباقية تايم، فتبقى 1 تايم 3 بـ 3. سؤال كمان، 12 تايم 10 إيكوال، قلنا أول حاجة هننقل الزيرو، هيبقى 12 تايم 1 بـ 12، يبقى كله 120. 6 تايم 8 تايم 10. طيب هنا 6 تايم 8 تايم 10 ما ينفعش نقول بقى ننقل الزيرو ونرجع نقول 6 تايم 4 تايم 1 عشان ما نتلخبطش، رغم انها ممكن تيجي بس احنا عايزين نجيب الاسهل. هنعمل ايه؟ هناخد الاول ال 6 مع ال 8 نحطهم في براكتس لوحدهم، وبعد كده نعملهم تايم الايه؟ ال 10. فهنكتب 6 تايم 8 تايم 10. طيب ال 6 تايم 8 بكام؟ ب 48، يبقى 48 تايم ايه؟ تايم 10. كده رجعناها للصورة الطبيعية بتاعتها أو الصورة السهلة بتاعتها. نبدأ بقى ننقل الزيرو ونقول 1 تايم 48 ب 48، يبقى كله 480. 10 تايم كام؟ إيكوال 20 بلس 60 بلس 10. طيب تعالى نشوف السؤال ده كده. هنا 10 تايم كام؟ إيكوال 20 بلس 60 بلس 10. طبعا احنا متعودين ان كان يجي لنا مثلا 10 بلس 10 بلس 10، يبقى ال 10 اتكررت 3 مرات يعني 10 تايم 3، بس هنا لا قال لي 20 وهنا قال لي 60 وهنا قال لي 10، فهنضطر الاول نعمل لهم ايه؟ بلس 20 بلس 60 بلس 10 ايكوال 90. يبقى 10 تايم كام ايكوال 90؟ ال 10 هنا هنكررها كام مره عشان تدي لي 90؟ شطار، كنا 10 هنعملها تايم 9، يبقى 10 تايم 9 بايه؟ ب 90 او ب 20 بلس 60 بلس 10. 10 تايم كام ايكوال 60؟ اهو نفس الطريقه، طبعا هنشيل الزيرو هنا مع الزيرو هنا. ليه؟ لان هنا قبل الايكوال وهنا بعد الايكوال، اللي قبل الايكوال بيروح مع اللي بعد الايكوال. هيتبقى 1 تايم كام ايكوال 6؟ يبقى 1 تايم ايه؟ تايم 6. 10 تايم كام ايكوال 920؟ 10 تايم كام ايكوال 920؟ طيب أول حاجة هنشيل الزيرو من هنا وهنشيله برضو منين؟ من الناحية التانية. هيتبقى 1 تايم كام ب 92، لأن الزيرو دي احنا شلناها مع الزيرو دي، يبقى 1 تايم ايه؟ تايم 92. 7 تايم 10 إيكوال كام؟ إيكوال كام 10؟ هنحلها خطوة خطوة. نبدأ الأول بالجزء الأولاني، 7 تايم 10 إيكوال 70. طب ال 70 دي إيكوال كام 10؟ 10 يعني 0، يبقى هنشتري الايه؟ الزيرو اللي هنا مع الايه؟ مع ال 10، هيتبقى كام؟ هيتبقى 7. يبقى تاني 7 تايم 10 ب 70، ال 70 كام 10؟ قلنا 10 يعني 0، يعني هنشتري 0،
هيتبقى ال 7 نكتبها الناحية التانية. 8 tenths equal كام تايم 10 equal كام؟ 8 tenths يعني 80. 8 tenths قلنا يعني ايه؟ يعني 80، لان tenths يعني 0، يبقى 8 tenths يعني 80. 80 equal كام تايم 10؟ 80 equal 8 تايم 10، صح؟ لان 0 هنا هتروح مع tenths هيتبقى 8 نكتبها. طب 8 تايم 10 بكام؟ ب 80. 147 تايم 10 ايكوال كام؟ ايكوال كام تنس؟ برضه زي اللي قلناها من شويه. 147 تايم 10 هنحط الزيرو الاول ونعمل 147 تايم 1 يبقى 147 ونحط جنبها الايه؟ الزيرو. طيب النمبر ده ايكوال كام تنس؟ قلنا تنس يعني زيرو، يبقى هنشتل من هنا الزيرو ونكتب ال 147. تايم كام تايم 10 ايكوال كام تايم 10 ايكوال 140. طيب طبعا 2 تايم كام تايم 10 احنا طبعا مش عارفين هنعملها تايم كام، لان مفيش هنا اجابه واضحه، بس فيه ان ال 10 هنا ممكن تروح مع ال 10 ايه؟ تروح مع ال 10 ديت. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ هنضطر نبدا من الجزء اللي ورا هنا. كام تايم 10 تديني 140؟ هنشتغل الزيرو مع الزيرو، يبقى كام تايم 1 ب 14 بكام؟ ب 14. يبقى 2 تايم كام ب 14؟ 2 تايم 7. يبقى 2 تايم 7 ب 14 واكتب هنا الايه؟ ال 14. يبقى بنيجي نحل السؤال ده عادي، نبدا من الاخر نقول كام تايم 10 ب 140؟ نشتري الزيرو مع الزيرو يبقى 14 تايم 1 ب 14. وبعد كده نرجع نحل الجزء الاولاني اللي هو 2 تايم كام ب 14؟ يبقى 2 تايم 7 ب 14. 4 تايم 8 تايم 10 ايكوال كام تايم 10 ايكوال كام؟ طيب نعمل الاول، قلنا هنشتري ال 10 مع ال 10 هتبقى لي 4 تايم ايه؟ تايم 8. 4 تايم 8 بكام؟ شطار ب 32. يبقى ناخد ال 32 نعملها تايم 10، نحط الزيرو الاول ونعمل 32 تايم 1 ب 32 ونحط جنبها الايه؟ الزيرو. كام تايم 10 ايكوال 10 تايم كام ايكوال 400؟ قلنا لما يجي لنا حاجه زي دي بنبدا من الاخر، يبقى هنا 10 تايم كام ب 400؟ هنا زيرو وهنا زيروهين، يبقى نشتال زيرو من هنا ونشتال قصاده زيرو من هنا، يبقى 1 تايم كام هيبقى ايه؟ هيبقى 40 بس، يبقى 1 تايم كام ب 40؟ 1 تايم 40، مظبوط؟ وطبعا ال 40 اللي هنا هي ال 40 اللي ايه؟ اللي هنا. كام تايم 10 ايكوال 10 بلس 700؟ هنا بلس المره دي، يبقى لازم نجيب التوتال بتاع ده عشان نبدا نشوف كام تايم 10 ب 700 بلس 10. يبقى 700 بلس 10 ب 700 ايه؟ 10. يبقى هنا نقول بقى كام تايم 10 ب 710؟ ناخد الزيرو مع الزيرو هتبقى هنا 71، يبقى 71 تايم 1 ب 71، او كام تايم 1 ب 71؟ يبقى 71. نيجي عند السؤال الأخير، كام تنس إيكوال 10 بلس 500؟ طبعًا 10 بلس 500 الأول لازم نعملها عشان نكتب الإيكوال ونبدأ نشوف الجزء ده هنجيبه إزاي، فنقول 500 بلس 10 بكام؟ ب 510. طيب كام تنس إيكوال 510؟ هنشتال الزيرو مع الإيه؟ مع التنس، شطار، هيتبقى الـ 51، نروح على طول نكتب هنا 51. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. نحاول نتفرج على الفيديو مرة واثنين ونركز مع الأسئلة ونحاول نحلها تاني لوحدنا من غير ما نبص على الإجابات. وإن شاء الله نتقابل في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم Math for Free، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.